السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. المقاومة تطوق مدينة إب من الشرق والغرب وتنصب نقطة تفتيش بالقرب من مبنى السلطة المحلية. فرار جماعي لميليشيا الحوثي والمخلوع من البيضاء، والمقاومة الشعبية تتأهب لتحرير شبوة. مرحبا بكم. نصبت المقاومة الشعبية بمحافظة إب أول نقطة تفتيش على المدخل الشرقي للمدينة بعد اشتباكات مع ميليشيا الحوثي والمخلوع وطردهم منها. وقالت مصادر صحفية إن المقاومة نصبت نقطة تفتيش بدلا عن تلك التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع في المدخل الشرقي للمدينة بمديرية المشنة شرقي المدينة، على بعد 2 كيلومتر من مبنى السلطة المحلية وسط المدينة. وبهذا تصبح الجهة الشرقية للمدينة تحت سيطرة المقاومة بشكل كامل. إلى ذلك نصبت المقاومة عددا من النقاط المؤدية لمدينة إب من مديرية بعدان، ونقاط أخرى مؤدية إلى معسكر الحمزة شرق المدينة الذي يعد من أهم المعسكرات القريبة من المدينة. وانتشرت في عدد من التباب والمواقع المطلة على معسكر الحمزة من الجهة الشرقية، كما تسيطر المقاومة على الجهة الغربية للمدينة إثر تقدمها وسيطرتها على عدد من النقاط بمنطقة مشورة. أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة إب اليوم تحرير 4 مديريات جديدة، إضافة إلى المديريات الست التي حررتها خلال اليومين الماضيين من قبضة الميليشيا الانقلابية. وقالت مصادر في المقاومة إن المقاومة الشعبية تمكنت اليوم من تحرير مديريات الشعر ومذيخرة والفرع والعدين من قبضة ميليشيا الحوثي، ونجحت المقاومة الشعبية في تأمين أجزاء واسعة من الخط الرئيسي الذي يربط بين إب والحديدة. وبتحرير المديريات الأربع تصل قائمة المناطق المحررة في إب إلى 10 مديريات، هي حزم العدين والقفر والنادرة والرضمة والسدة وبعدان والعدين ومديخرة والفرع والشعر. وتأتي هذه التطورات بعد معارك عنيفة خاضتها المقاومة وسيطرت خلالها على عدد من الآليات والعتاد العسكري، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة. وبهذا تكون المقاومة قد سيطرت على 10 مديريات إجمالي مديريات إب البالغة 20 مديرية. معنى أصحاب عدم القبول بأي شخص يأتي من خارج المديرية ليفرض هيمنة على المديرية أو سيطرة تحت أي مسمى وعلى رصاص بلا شك الحوثي. وأمس لا شك حدثت حركة مجتمعية واتجه الناس إلى الإدارة المحلية، شخصيات اجتماعية، ووضعوا أمام الأجهزة الرسمية أنه عليهم أن يقوموا بأداء مهامهم الرسمية وفق القانون واللائحة التنظيمية اللي والمديرية، وهم يعينون على ذلك وعدم القبول بأي وجود ميليشيا داخل المديرية. ولذلك الآن تعتبر المديرية لا يوجد أي ميليشيا للحوثي لا في الإدارة المحلية ولا كذلك في إدارة الأمن، وهذا يعتبر محل اتفاق الجميع في 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 مديرية بعدان، وتم تشكيل مجلس المديرية. بثقة المتوكل المقتدر يتقدم رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مختلف الجبهات المشتعلة، مسطرين أروع الأمثلة في التضحية من أجل خير اليمن أرضا وإنسانا. نتابع. مثل سيل وسط ليل يرتمي، يتقدم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الفذة ممتطين أقواس النصر العظيم في كافة جبهات الفداء والنضال، صانعين بيد واحد وتلاحم وحدوي فريد شمس الضحى وصباح الحرية.
ففي إب اللواء الأخضر تتجرع ميليشيات الحوثي وصالح مرارة الهزيمة والانهيار الذريع، فيما تنتفض مديريات إب وقراها بكامل نخوتها ضد المتمردين الانقلابيين الذين باتوا فلولا يلاحقهم أبطال المقاومة في كل جبل وحقل. من العدين إلى يريم ومن دمت إلى الرضم وقعطبة يشتعل التراب، وتفرض المقاومة الشعبية سيطرتها على الأرض في 6 من المديريات التي كانت تحت احتلال الميليشيات الحوثية، كما حققت مقاومة المناطق الوسطى انتصارات ساحقة وتقدما ظافرا في النادرة والقفر والسبرة أمام انكسار مريع لفلول الحوثيين. ولأن بشائر النصر هبت من عدن فلا بد أن تستنشق نسائمها كل نافذة في اليمن الوليد، حيث تمكنت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني من السيطرة على مدينة زنجبار وشقرة بمحافظة أبين استكمالا لعملية تحرير المدينة كاملة من الميليشيات. وتوشك محافظة تعز أن تتنفس نسمة النصر والتحرر الأخيرة فيما تبقى من زوايا ضيقة وجيوب خفية للميليشيات الحوثية الذين يلفظون على أرض تعز شهقة الفناء، وقد فرت فلول مرتزقتهم وطاحت ما وراء الجبال المنتفضة. الضالع حرة وأرحب تنتفض كعادتها، ومأرب تبتلع رمالها جحافل الغزاة، وذمار على أهبة الاستعصاء، وإقليم آزال لا ينام، وتهامة تتوثب، وحلف الشر الحوثي صالح يتصدع يتفكك ينهار عن بكرة أبيه وأمه، واليمن على عتبات عهد مشرق جديد. كفص ملح تذوب الميليشيات الحوثية الصالحية في الجبهات الملتهبة وسط انهيارات وانشقاقات واسعة في صفوف المرتزقة الانقلابيين الذين هزمهم رجال المقاومة في عدن وفي مختلف الجبهات، فراحوا يختطفون النساء في صنعاء إشفاء لغليل من يخسر في الحرب رجولته. حازت قناة سهيل قصب السبق في الدخول إلى مديرية الرضمة بعد تمكن المقاومة الشعبية من تطهيرها ودحر ميليشيا الحوثي وصالح المتمردة منها. وزارت كاميرا سهيل عددا من المواقع العسكرية والأمنية التي استعادتها المقاومة الشعبية من الميليشيا الانقلابية، والتي فرت من المديرية مخلفة وراءها عددا من الآليات والعربات العسكرية، منها منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وأسلحة أخرى. في هذا الحصن نجري حديثنا مع الشيخ عادل الدعام. شيخ عادل، ما هو شعورك اليوم وأنت تعود إلى هذا الحصن، حصن والدك، بعد أن دحرتم ميليشيا الحوثي وصالح من هذا المكان؟ والله هذا انصار عظيم عظيم للشرعية وللملك سلمان وعبد ربه منصور هادي، وإن شاء الله ولليمن وان شاء الله ما عذر ما ندحرهم لا ما نوصل ان شاء الله عن صفيه في هذا خلال الايام القادمه. اسمح لي. اولا وبتكاتف جميع ابناء المديريه تم تحرير مديريه الرضمه من كل جانب، من كل جيوب التخريب والفتن وميليشيات العنف والاقتتال. وعلى ذلك فاننا نؤكد على الاتي: نشكر كل من تعاون معنا وسعي وسهر وجاهد على راسهم قياده المقاومه بالمنطقه والمعينين من قيادة الشرعية. 2، ندعم جهود التصالح والتسامح والمحبة والتعاون بين أبناء المديرية، ندعو إلى الأمن والأمان والاستقرار. ومن أعالي حصن أنسب بمديرية الرضمة المحررة ومن قلب الحدث، وافانا الزميل نصر المسعدي بالتقرير التالي. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في حصن أنسب
المطل على مركز مديرية الرضمة بمحافظة إب بعد السيطرة عليه من قبل رجال المقاومة الشعبية بقيادة الشيخ عبد الواحد الدعام. وهذا هو مبنى المجمع الحكومي لمديرية الرضمة بعد السيطرة عليه من قبل رجال المقاومة الشعبية، ويبدو في الصورة أن هذا المجمع قد تعرض للقصف من قبل طيران التحالف العربي. هذه هي مديرية الرضمة بعد تطهيرها وتحريرها بالكامل من فلول ميليشيا الحوثي وصالح. وهذا هو محدثكم نصر المسعدي من مركز مديرية الرضمة قناة سهيل. رصد مواطنون في محافظة البيضاء العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع وهم يفرون من مواقعهم في مبنى الأمن السياسي وحيد النصر والقلعة وحيد حربي وغيرها من المناطق. وقال شهود عين إن عناصر الميليشيا الانقلابية بدأوا بمغادرة مواقعهم بعد الهزائم الكبيرة التي تلقوها على يد المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وبقية المحافظات الأخرى. وأكد المواطنون أنهم شاهدوا العشرات من المسلحين الحوثيين وهم يقومون ببيع أسلحتهم الشخصية مقابل مبالغ ضئيلة من أجل الحصول على تكاليف السفر إلى صنعاء والمحافظات التي قدموا منها. إلى شبوة حيث شنت المقاومة الشعبية ورجال القبائل هجوما عنيفا على مواقع ونقاط تفتيش لميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة العرم وقرن السوداء بمديرية حبان. وأسفر الهجوم عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهذا وتتأهب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للحظة الصفر وبدء عملية تحرير شبوة من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمردة. تمكن مراسل قناة سهيل في محافظة البيضاء من إجراء أول تصريح مع القيادي في المقاومة الشعبية هناك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي عقب تحرير مدينة زنجبار وقبيل ساعات من إصابته بانفجار لغم أرضي، لكن انقطاع النت عن المحافظة كان سببا في تأخر وصول الفيديو إلى القناة. اليوم نبث هذا التصريح للشدادي الذي يرقد في المستشفى متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها. نحن الآن أمام ملعب زنجبار، دخلت المقاومة والقوات المسلحة فجر يوم اليوم، وفعلا لم نجد أي مقاومة تذكر من العدو، بل ولا هاربا، والآن نتابعه ونلاحقه إلى شغرة، ومن شغرة إن شاء الله إلى أيضا إلى لودر. الآن معروف أن مدينة زنجبار ومحافظة أبين محاصرة لها أكثر من 4 أشهر، لا كهرباء ولا مياه، وأيضا لا يوجد فيها أبسط مقومات الحياة، وبل أيضا حتى منع عليها المواد الغذائية أن تدخل هذه المدينة، وكذا الدواء. والآن مستشفى الرازي مليء بالجرحى وأيضا الأمراض والوباءات التي فتكت بمواطن هذه المدينة. نحن الآن بعد الانتصار العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أيضا تضحيات المقاومة التي أعطت خيرة شبابها وأيضا الجرحى، ولهذا نسأل الله أن يتغمد شهدانا بالرحمة وأن يشفي أيضا جرحانا، وأن أيضا من أولوياتنا أن نسفر الجرحى لتلقي العلاج حتى فعلا يعودوا ويعيشوا مع أهلهم وأسرهم وذويهم. احنا اليوم بعد الانتصار العظيم طبعا لا ننسى انه دول التحالف التي وقفت ايضا معنا في مجلس التعاون الخليجي وبقيه الدول العربيه والاسلاميه وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه وجلاله الملك سلمان بن عبد العزيز جزاه الله خير على القرار الذي ايضا اتخذه ووقف
وهذا هي التضامن العربي والإسلامي الذي جسده الملك أيضا سلمان. وأيضا لا ننسى صمود الشعب، وأيضا احتضن المقاومة وصبر على كل المآسي والويلات. لا تصور كم مروا في أشهر الصيف التي كانت فعلا درجة الحرارة مرتفعة جدا، كانوا يتمنون شربة المياه الباردة، ولكن صمدوا ودعموا المقاومة واحتضنوا المقاومة. تحية لكل أبناء هذه المحافظة وبقية المحافظات، تحية أيضا للشباب الذي فعلا عمرهم ما حملوا السلاح ولكن أجبروا على حمل السلاح. نتمنى للمحمد علي الشدادي الشفاء العاجل بإذن الله. في مأرب تصطف الوحدات الأمنية والعسكرية بما فيها قوات الأمن الخاصة مع أبناء المحافظة في كافة جبهات القتال ضد مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع. موفدنا إلى مأرب قام بجولة سريعة مع عدد من قوات الأمن الخاصة وأعد التقرير التالي. في رحلة سريعة على متن أحد الأطقم الأمنية هنا بمأرب، تعرفنا على حجم معنويات قوات الأمن الخاصة التي أيضا لها دور كبير في تعزيز أمن واستقرار المدينة. دلحين حرية يا أخي، يا أخي الناس فهموا دروا الحقيقة في أبت هذه الوحدات الأمنية هنا إلى أن تكون مخلصة لوطنها رغم تساقط الكثير من قيادتها بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي سيطر عليها الحوثيون. مع الله سبحانه وتعالى ثم الوطن مع الحكومة الشرعية إن شاء الله بدحر هذا الشرذمة الذي يعني خرجوا على النظام والقانون. احنا قوة الأمن الخاصة دحرنا الحوثي وقدمنا من الشهداء، وإن شاء الله سوف تتم وتنجح المقاومة الشعبية إن شاء الله وسوف ينتهي الحوثي. أهمية قوات الأمن الخاصة لا يختلف عن غيرها من الوحدات الأمنية والعسكرية المرابطة هنا، فالكل مجمع على هدف واحد. رسالتنا إلى البغاة أن يسلموا أنفسهم قبل أن نجتثهم من جذورهم إن شاء الله، وإن النصر قادم إن شاء الله قريب إن شاء الله. نحن الآن رابطين في محافظة مأرب العبية وإن شاء الله إلى تقدم ونصر. وما يعزز من وحدة الصف هو التحام أبناء مأرب مع أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية في مختلف جبهات القتال دفاعا عن هذه المحافظة التي كانت ولا تزال شامخة أمام كل مؤامرات الإنقلابيين. هايل البكالي، قناة سهيل، مأرب. أدان التجمع اليمني للإصلاح بالحديدة الأعمال الإجرامية والممنهجة تجاه أعضائه وناشطيه، وحمل الإصلاح في بيان صادر عنه ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية مسؤولية الأعمال الإجرامية التي تطال أعضائه منذ الانقلاب المشؤوم. وحذر الإصلاح ميليشيا الحوثي المتمردة من تبعات وتداعيات هذا الانتهاكات الصارخة بحق أبناء التهامة عموما ومنتسب التجمع اليمني للإصلاح بصفة خاصة. وأكد الإصلاح أن عمليات الاختطاف والملاحقة التي تنفذها الميليشيا الانقلابية في حق أعضائه وغيرهم من الناشطين لن تزيد أعضاءه إلا تصميما في الدفاع عن الوطن وحريته ومقدراته، وأن الإصلاح يحتفظ بحقه في الدفاع عن أعضائه أمام القضاء الدولي والمحلي لينال المجرمون من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية جزاءهم العادل. وطالب إصلاح الحديدة ميليشيا الحوثي إلى سرعة الإفراج عن المختطفين من أبناء الحديدة جميعا، وحيا كافة قياداته وأعضائه وناشطيه لتحملهم الكثير من التضحيات والمعاناة وصبرهم وثباتهم لأجل الوطن وحريته وأمنه واستقراره وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن. تنفرد قناة سهيل الفضائية بتغطية خاصة من منطقة الزنوج بتعز. هذه المنطقة التي شهدت خلال الفترة الماضية معارك ضارية وتكللت بالنصر الكبير الذي حققته المقاومة الشعبية وطردت ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية منها. وقد تجولت كاميرا سهيل في هذه المنطقة بتبابها وأحيائها السكنية والتقت عددا كبيرا منهم من المقاومين في متارسهم ومواقعهم، كما زارت عدسة سهيل الخطوط الأمامية للمقاومة بالقرب من جبل الوعش المحاصر من قبل المقاومة
لتكون بذلك سهيل أول وسيلة إعلامية تصل منطقة التماس الأولى مع الميليشيا. هذه آخر منطقة من الجنوب، وهذه الجهة ترجع جهة المقوات ومنطقة العرسوم وغيرها، هنا يوجد القناصة في هذه الأماكن، لكنهم الآن في حالة من الإرباك والإحباط واليأس، وإلا لما تركونا أن نقف في هذا المكان الآن، لكنهم في حالة إحباط شديد. هذا وأكد عدد كبير من أفراد المقاومة الشعبية في جبهة الزنوج استعدادهم للزحف على المدينة من كل الجبهات لتحريرها بالكامل من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، مشيرين إلى أن عملية التحرير حين تبدأ لن تأخذ سوى ساعات قليلة. نحن مستعدون في أي لحظة لتطهير تعز والدفاع عن كرامة تعز والحفاظ على كرامة تعز. احنا جاهزين لها بأي وقت، سواء في تعز سواء في إب سواء بأي محافظة من الجمهورية اليمنية، احنا صامدين لها وجاهزين لها بالتحرير إن شاء الله لكل المدن في أي وقت وفي أي يوم وفي أي مدى، سواء كنا جاهزين لتعز أو غير تعز. فنحن خرجنا لأجل الدين ولأجل العرض ولأجل بلدنا، فليس هناك وقت للإجازة وليس هناك وقت للراحة، وخرجنا للجهاد ولن نهدى بلدنا إلا أن يعود بلدنا آمنا ومستقرا. نحن مستعدون لأوامر في أي وقت، ونحن لم نخرج إلا لأجل غرض واحد وهو دحر الحوثي وميليشياته الغاصبة. والله نحن جاهزين وعلى أتم الاستعداد، فنحن منتظرين الأوامر فقط. جاهزين إن شاء الله بأتم الاستعداد وننتظر أوامر من القيادة فقط. إن شاء الله بعمل الله عز وجل وبتكاتف جميع المقاومين، نحن مستعدين في أي وقت وفي أي حين، ليلا أو نهارا، مستعدين منتظرين الأوامر فقط. نحن جاهزين، نحن جاهزين وعلى أتم الاستعداد وفي أي لحظة. شبابنا، رجالنا، رجال المقاومة البواسل في المدارس القوات الإمامية على مدار الساعة الذي تنتهي نوبة الخدمة يلم في المترس أو قريب من المترس، استعداد لأي طارئ ولأي عمل. نحن مستعدين بإذن الله بأتم الاستعداد ولتوابع أوامر الإخوة القيادة في أي لحظة وفي أي وقت، ونشكرهم على فضلهم وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم بما يقدمونه هنا في الجبال وفي الميادين، وأشكر قناة سهيل على حضورها إلى هذا المكان. بدأت الحياة تعود لنسقها الطبيعي في مدينة تعز، خصوصا في الأحياء التي باتت محررة بالكامل من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في إشارة مفادها أن المقاومة فعل حياة. التقرير التالي يضعنا على الصورة، نتابع. هنا تعز حرة من فكر المتسلط بذريعة الزعم الإلهي، نظيفة من ركس الانقلاب على الشرعية تحت لافتة الحرب على الدواعش أو القاعدة. هنا تعز متطهرة من درن الإمامة المتبقي في أوعية بعض القادمين من مران بحجة إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد. هنا تعز وهنا تبدو كل مفردات التعبير لا تفي بالغرض، وقليلة في ترجمة هذه اللحظة المفصلية والتاريخية أو توصيف هذه الصورة لرجل الحسم والموقف هنا وهو يمر مبتهجا لا متبخترا، غبطة لا خيلاء بعودة المدينة لحياة المدنية ولفظها لميليشيا كانت دخيلة على منبع الفكر والثقافة والسلم تعز. جئنا نتحرى وأيضا نرى جاهزية الشباب هنا والمقاوم فعلا يعني في داخل الموقع وخارجه الآن كما ترى الآن جاهزية مش لتعز، جاهزية إلى الجهة الشرقية وإلى الجهة الغربية، سنواجه السهمين الذهبيين في الشرق والغرب إن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة. الصورة هنا تحكي أجمل بالحياة في مدينة تخلو شوارعها من المظاهر المسلحة الهمجية التي لا تجيد سوى لغة القتل ولا تنطق بغير فوهة البندقية. وهنا الصورة تحكي ما آمن المرور والطريق في جولات غادرتها نقاط الحوثيين المرعبة. أما الصورة هنا تحكي تمشيطا للمدينة وإحلالا للسلام وتأكيدا على انتصار المقاومة. وهنا الصورة الأبهى والأجمل
تحكيق إذا مقاومة يبث روح الأمان في المدينة من جديد ويتلقى برقيات شكر وعرفان من أبناء المدينة، والأهم من ذلك يتلقى خالص الدعوات تعبيرا عما يجول عنه بخاطرهم وما يكنون له من عميق الحب والتقدير. هنا تعز المفردة والقلم والكاتب دون التعبير عن معنى الانتصار وعن لحظة تاريخية يجدر بها، ودون مستوى الكتابة عن التغزل بفتاة في مقتبل عمرها اسمها حرية تعز. حين انتهى موسم الانتصارات المرتبة سلفا بين الحوثي والمخلوع، وجد الحوثيون أنفسهم أمام الحقيقة، حقيقة ضعفهم وعجزهم عن المواجهة، فقرروا الانحدار في دركات السقوط الأخلاقي والقيمي، فاختطفوا النساء في سابقة خطيرة لم يشهدها اليمن من قبل. نتابع. السقوط لا يسقط، لذلك لم يمثل اختطاف النساء من قبل الحوثيين أي سقوط، إذ لا قعر في عالم الأخلاق لم يبلغه الحوثيون بعد، وما تزال أفعالهم كل يوم تؤكد أن قاموس اللغة يقف عاجزا عن وصف المستوى الذي بلغوه. كان أمس بالفعل قاسيا على الحوثيين، لكن القسوة جاءتهم من ميادين المواجهة حيث صفعتهم المقاومة في أكثر من جبهة، وكان مفترضا أن يرد الحوثيون على هزائمهم بشجاعة المواجهة أو شجاعة الانسحاب لأجل الوطن، غير أن الحوثيين وكعادتهم صالوا صولتهم وأظهروا مدى قوتهم من خلال اختطاف المدنيين وفي مقدمتهم النساء. أراد الحوثيون من خلال الاختطاف توجيه رسالة مفادها أن بإمكانهم ارتكاب أي شيء لأجل بقاء السيطرة، فخرجت النسوة في صنعاء خروج الغضب الهادر لتحيط بأشباه الرجال في رسالة مفادها مهما أجرمتم فإنكم راحلون، فقد رحل الخوف الذي عليه تعتمدون. اختطاف الحوثيين أمس للمعارضين لانقلابهم لم يكن غلطة عابرة، بل هي السياسة المتبعة للانقلابيين، وهي السياسة التي يحققون من خلالها حسب وهمهم انتقامهم من خصوم المخلوع والحوثي على حد سواء. ولأن الاختطاف مرادف لوجود الحوثيين، لم يكد حبر بيان الإصلاح المستنكر لاختطاف 11 من قياداته وأعضائه يجف حتى كان أعضاء آخرون يختطفون من بيوتهم. اختطف الانقلابيون وطنا بأسره ليحولوه لمعتقل كبير، وداخل المعتقل يمارسون هواية الاختطاف نحو الزاوية الأشد ظلمة، غير أنه بالرغم من كل إجراءاتهم القمعية حفر اليمنيون الجدار ففتحوا ثغرة للنور، ثم هدموا الجدار كله، فإذا الانقلاب في العراء مفضوح بكل جرائمه، وإذا اليمنيون بكل شرائحهم يقفون في وجه الانقلابيين. لم تعد اختطافات الحوثيين دليل سيطرة، بل باتت أشبه برقصة الديك المذبوح يلطخ من حوله ويخمش من يقترب منه، غير أنه في الأخير لن يعود لحياة فقد أسبابها، وبالمثل فقد الانقلاب كل أسباب الحياة، لأنه ولد في الأصل مشوها نتاج علاقة محرمة بين أطماع إيران وأحقاد المخلوع. وفي خبر عاجل وردنا للتو، قوات المقاومة الشعبية ووحدات من الجيش الوطني تؤمن الضاحيتين الغربية والشرقية وتطهرهما في مدينة إب، وتطهرهما من ميليشيا الحوثي والمخلوع بعد اشتباكات عنيفة. لاقت عملية تهجم جماعة الحوثي على ناشطات واختطافهن من مقر عملهن استياء شعبيا واسعا، باعتباره عملا يتنافى مع كل المرجعيات العرفية والقبلية والشرعية، وبادرة خطرة تفتح بابا واسعا للانتهاكات. التقرير التالي سلط الضوء على بعض من ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك. ما وصل إليه الحوثيون بالأمس من انحدار أخلاقي باختطاف النساء يتنافى مع كل المعايير التي تنظم إطار العلاقات لبني آدم ببعضهم على وجه المعمورة بمختلف مشاربهم ومآربهم وأديانهم، وهو مشروع قد لا يرد في أعراف مختلف الكائنات الحية،
وقد لغت هذه العملية استياء شعبيا واسعا، وما سنورده في هذا الحيز نموذجا بسيطا يعبر عن رأي عامة البشر باستثناء من أقدموا عليها من أشباه الرجال. الكاتبة والنشطة مليحة الأسعدي تشير أن الحوثيين أقدموا على فعل خطيئة يتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، قائلة بالحرف: هذا باب شر يجب أن يغلق تماما، ما لم فسوف يطالك في عقر بيتك غدا أو بعد غد، لا فرق ما دام هذا الباب قد فتح على مصراعيه اليوم دون أن نحرك ساكنا. واختتمت قولها: قبحتم. أما الصحفي علي الفقيه فاستعرض على صفحته بالفيسبوك مذكرا بتاريخ الحوثيين الأسود في وقت قياسي، استعرض سلسلة الجرائم الجديدة من نوعها والتي لم يسبقهم إليها أحد، قائلا: وها هم في مرحلتهم قبل الأخيرة، وبعد أن خرج اليمنيون في كثير من المحافظات يطاردونهم مثل الكلاب، وصلوا إلى أقصى نقطة في قعر المستنقع الذي يهون فيه، يختطفون النساء. وسيكتب التاريخ أنه لم تبق فضيحة في الجانب السياسي والأخلاقي إلا وارتكبها الحوثيون. الناشط والصحفي عبد العليم العلواني علق مستنكرا: لا لا لا، نختلف، نتخاصم، نتحارب، لكن بقواعد وأخلاقيات. أما اللجوء إلى أسلوب خطف النساء فإنه سابقة خطيرة وعلامة فقدان الكثير من قواعد الرجولة والأخلاق. أما الإعلامية مها البريهي فحين كانت تعتزم كتابة منشور تضامنا مع شقيقتها فأدركت أن البخيتي علي قد قام بالواجب على حد قولها، واكتفت بنشر منشوره على صفحتها حيث علق قائلا: انتحار أخلاقي وفضيحة مروعة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء التي لم يتجرأ أي نظام يمني سابق على تجاوزها، عيب، استحوا على الأقل من تقاليد المجتمع، أما الله فلا يحتاج إلى أنصار يعتقلون النساء. ونشر الدكتور محمد الظاهري الأكاديمي بجامعة صنعاء تعليقا على صفحته عنوانه بسقوط، قال فيه: إن اعتقال النساء بمثابة سقوط قيمي مريع. يا هؤلاء، اعلموا أن المرأة مكرمة قبليا وإسلاميا وإنسانيا. يا أنصار الله، لما اعتقلتم إماء الله؟ وللصحافة العربية والعالمية تغطيات واسعة حول اليمن، مقتطفات منها في الحيز التالي. صحيفة البيان الإماراتية نشرت أخبارا حول اليمن، منها خبرا بعنوان: واشنطن تؤكد حق الرياض في الدفاع عن نفسها ضد الحوثيين، وعنوان آخر: غرق سفينة روسية غرب جزيرة سقطرى. أما في صحيفة الرياض السعودية خبرا بعنوان: تحرير رهينة فرنسية في اليمن خطفت منذ 5 أشهر بوساطة عمانية. الشرق الأوسط اللندنية نشرت عدة أخبار، منها خبرا بعنوان: قوة سعودية إلى عدن لتطهير الألغام، وعنوان آخر: التحالف يرسل عربات إنقاذ وأجهزة لدعم مطار عدن، الحوثيين يقرون بزرع ألغام خلال انسحابهم من المدن الجنوبية. أما صحيفة الخليج الإماراتية: جسر جوي لنقل العائدين إلى عدن ومسعى الروسي لتليين إيران، رئيس الأركان يبشر بقرب استعادة اليمن كاملا. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المقاومة تطوق مدينة إب من الشرق والغرب وتنصب نقطة تفتيش بالقرب من مبنى السلطة المحلية. فرار جماعي لميليشيا الحوثي وصالح من البيضاء، والمقاومة تتأهب لتحرير شبوة. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. في أمان الله.